السلام عليكم ورحمة الله. هذا نظام الأكوابونيك عندي في البيت، هنا أحواض الزراعة وهنا حوض السمك. موجود عندنا حوضين سمك، هذا الحوض الثاني فيها أسماك بلطي والحراسين وسلاحف، ممكن تشوفون، وفي حلزون وقواقع. شوفوا السلحفاة، هذه السلحفاة تبين. طبعا نظام الأكوابونيك يعتمد على دورة الماء بين النباتات والأسماك. الدورة هذه الأسماك فضلاتها لما تتحلل تمتصها النباتات بحيث تكون سماد للنباتات. النباتات لما تمتص هذا السماد الماء يرجع صافي إلى حوض السمك. الماء نفسه يدور بين النباتات وبين الأسماك. هذا الحوض خزان الماء، من هنا في مضخة الماء. مضخة الماء هذه تصعد وتسقي أحواض الزراعة الثلاثة، وتنزل بعدين عن طريق البلسايفون، هذه البيبات البيضاء، تنزل إلى الأحواض الثلاثة. الماء بعدين لما ينزل في هذا الحوض من البيب هذا، يجي عن طريق البيبات هذه إلى هنا وإلى الفلتر هذا. هذا الفلتر تتجمع فيه فضلات الأسماك. من الفلتر هذا يجي الماء للبيب هذا وينزل من هنا. تشوفون الماء ينزل، ينزل الماء طبعا صافي لأنه يمر عبر الفلتر، فلتر الترسيب، ويجي الماء هنا بدون فضلات صلبة. هنا نجمع البكتيريا، البكتيريا اللي تحلل فضلات الأسماك، الأمونيا اللي ينتج من فضلات الأسماك يتحلل ويتحول إلى غذاء للنبات. هذا الحوض كذلك حوض الأسماك، يطلع الماء منه بنفس الطريقة، من البيب هذا إلى الفلتر هذا، ويجي الماء بالبيب هذا إلى هذا الخزان على نفس الطريقة. طبعا كثير من أنواع النباتات نقدر نزرعها في الأحواض هذه. عندنا هنا نعناع وحبق وجح وريحان مشموم وبامية، والأسماك عندنا بلطي وحراسين وسلاحف كلها، وقواقع وحلزون كلها موجودة عندنا. هذا نظام الأكوابونيك يوفر استهلاك المياه بشكل كبير جدا، لأن نفس الماء نستعمله بين النباتات وبين الأسماك، ما يحتاج ماء منفصل للنبات أو ماء منفصل للأسماك، نفس الماء. كذلك إذا تصيبنا آفات في الزراعة، ممكن تصيبنا حشرات، تصيبنا أمراض، لجينا نعالجها لابد نستعمل علاجات عضوية، ما نستعمل أي شيء كيميائي، لأن لو استعملنا مواد كيميائية بتنزل المواد الكيميائية إلى الأسماك، وإذا نزلت الأسماك تموت. لذلك لازم نستعمل مبيدات عضوية وأشياء صديقة للبيئة عشان الأسماك حقتنا ما تموت. هذا النظام جدا رائع وجدا جميل وجدا ممتاز. الآن نزرع حسب المواسم، في الصيف نزرع نباتات صيفية، وفي الشتاء نزرع نباتات شتوية. وشكرا لكم.